بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع ما أخذنا في القواعد الأربع. أولا، لماذا ندرس هذا المتن؟ أي متن من القواعد الأربع، ما هو السبب لدراستنا لهذا المتن؟ من يعرف؟ نعم. أولا نصيحة العلماء، بقراءة هذا الكتاب ثانيا، أول ما يدرس التوحيد، وأول ما يدرس في التوحيد مثل الأصول الثلاثة، ثم القواعد الأربعة. ثم ثانيا رده على أن أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالقواعد الأربعة حتى نستطيع أن نرد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زمانه. فتح الله عليك. نعم، فهنا ست القواعد الأربع إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. إلى ثلاثة أقسام. الأول مقدمة عنوان السعادة، المقدمة فيها عنوان السعادة. قلنا هذه المقدمة هي مقدمة الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن المؤلف رحمه الله تعالى سار على طريقة هؤلاء، وكم يعني يأخذ الطالب من شيخ ولا إشكال في هذا. الثاني، لماذا ندرس التوحيد؟ وهذا قد تقدم معنا وذكرنا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله يكرر هذه المسألة في جل مؤلفاته، في الأصول الثلاثة، في القواعد، في كتاب التوحيد، في كشف الشبهات وغيرها. القسم الثالث، تفصيل القواعد الأربعة. القواعد الأربعة أصل الكتاب. فتح الله عليكم. هذه القواعد الأربع خلاصة لأي كتاب؟ من يعلم؟ هذه القواعد الأربع خلاصة لأي كتاب؟ كتاب كشف الشبهات. طيب، فتح الله عليك. لماذا لا ندرس كتاب كشف الشبهات أولا؟ لماذا لا ندرس كتاب كشف الشبهات أولا؟ لو قال لك قائل لماذا لا ندرس كشف الشبهات أولا ثم بعد هذا؟ لو تخبرهم هؤلاء يعني إما يخفض أصواتهم أو ما أدري، ها؟ صوت ظاهر يعني. طيب، خلاصة الكتاب كشف الشبهات، لماذا لا ندرس كتاب كشف الشبهات؟ نعم، أولا وصية العلماء بأن يدرس كتاب كشف الشبهات قبل. فلا بد الرجوع للعلماء. والأمر الثاني، وهناك من العلماء من يرى تحريم القراءة في كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد، وليس لي أن نقدم ونؤخر إلا إذا كنت عالم. فطالما أنني طالب لا بد أن أسير على النهج والطريقة الذي خطه لنا علماء. صحيح؟ نعم، كما أنه كتاب كشف الشبهات فيه شبهات. طيب، وأنه قد تعلق لديه شبهة ولا يستطيع أن يدفع هذه الشبهة، كما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وسيأتي معنا بإذن الله في العقيدة الواسطية، أنه يرى تحريم القراءة في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، أنه قد تعلق لديه شبهة. طيب، من هم أولياء الله مع الدليل؟ الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان له وليا. الدليل قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت خليك واقف. نعم. طيب، هل النعمة ابتلاء؟ نعم أم لا؟ ابتلاء. ما الدليل؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. طيب، فتح الله عليك. تحتاج النعمة إلى ماذا؟ قلنا تحتاج إلى أمرين. النعمة تحتاج إلى أمرين.
نعم. شكر النعمة هذا بعد أن تأتي، وقبل أن تأتي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعلق، فتح الله عليك. نعم، تعلق بالله لا بغيره، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لكن لو تعلق بغير الله، هذا قلنا بالأمس، لو تعلق بغير الله تعلق، مثل ما تعلق بعض الناس قال ماذا صنع لنا الحكام، ماذا صنع لنا العرب، ماذا، أين الحكومات، أين الشعوب، أين القومية، أين العربية، صح؟ تعلق، إذا تعلق بغير الله هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، يتعلق بغير الله، قال ضعنا، ضيعونا، شردونا، صحيح؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب، إذا هذا الذي يخطر ببالك أحيانا عندما تمشي في الطريق وترى القصور والعمائر ومتاع الدنيا وغير هذا، وتقول لو يتعرف علي الوزير أو التاجر أو الرئيس أو الملياردير أو كذا ويعطيني شيك مفتوح، أو قال يا ولدي خذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت وقصوري وأموالي كلها لك، صح؟ هذا تعلق بغير الله، من واحد يوسوس له الشيطان. والتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، تقديم حق التأخير يدل على الحصر لا عند غيره، واعبدوا واشكروا له. الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، إذا نعمة الابتلاء تحتاج إلى تعلق قبل أن تأتي، وبعد أن تأتي الشكر بالقلب واللسان والجوارح، وكل نعمة بحسبه. فنعمة العلم أن يعمل به ويدعى إليه. لمن سأل هذا العلم كذلك يبذل لمن سأل، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. دخل إنسان هنا للمسجد وأخذ يصلي في هذا الاتجاه، ماذا تصنع؟ أرشده إلى القبلة. ترشد إلى القبلة. لو قال لك هذا يا أخي اتركه، أنت مفتي؟ تقول لا أنا غير مفتي، لكن هذا شيء متيقن منه 100%، فالذي أنا متيقن منه 100% أدل عليه الناس، وهذا ليست بفتوى، صحيح؟ لكن لو جاء إنسان ويسأل عن الطلاق تفتي؟ لا، مفهوم؟ أي نعم، اجلس. هذا السائل يعتبر هذا السائل بلسان الحال عندما اتجه لغير القبلة، والثاني سائل بلسان المقال، جاء إلى هذا وقال أين القبلة؟ قال الله أعلم، أنا لا أفتي. يا أخي أريد جهة القبلة، أين القبلة؟ قال الله أعلم، راجع المفتي. خير الأمور وصل، إما أن يفتم كل شيء أو لا يتكلم شيء. قلب ولسان وجوارح. إذا أعطي الشكر، وقليل من عباد الشكر، وتذلل لسانك بهذا، من أين لك هذا؟ هذا من فضل ربك. كيف؟ قال الحمد لله، كل ما بك من نعمة فهي من الله. طيب، وإذا ابتلي صبر. أقسام الناس عند المصيبة أخذنا بالأمس، انقسموا إلى كم قسم؟ نعم أخي، إلى 4 أقسام، فتح الله عنك. القسم الأول تسخط، والتسخط كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر، اعتراض على قضاء القدر. والتسخط يكون بماذا؟ بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب، ظلمني ربي، منعني ما أستحق، ولماذا فلان عنده كذا وأنا ليس عندي شيء. باللسان، أف يا لهوي، يا مصيبتا، يا ويلتا، يا ثكل أميا. وبعض الناس يا أخي يقول خلاص يا أخي، إلى متى؟ إيش هذا؟ يعني 3 سنين الآن لنا في عهد الحق، صح؟ تسقط باللسان.
بالجوارح لطم الخدود وشق الجوب ونتف الشعور، ويكسر ويرمي ويمشي بالسياره يعني بسرعه وكذا، صح؟ هذا ما هو تسخر. الثاني صبر، يصبر بقلبه ولسانه وجوارحه، والصبر مثل اسم مر ملاقته ولكن عاقبه احلى من عسل. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. واجب باجماع الامه، اجمعت الامه على وجوب الصبر. الثالث شاكر، والرضا مستحب. الرابع اعلى المراتب شاكر، عند المصيبه شاكر، هذا عند النعمه شكر. اجلس افتح الله عليك، وهذا ياتينا ان شاء الله في كتاب التوحيد زياده التفصيل باذن الله. طيب، واذا اذنب استغفر. من يذكر لي عنوان السعاده؟ عنوان السعاده التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. اذا ابتلي صبر، اذا ابتلي صبر، اذا اذنب شكر، واذا اذنب استغفر. نعم، في السراء شاكر، وفي الضراء صابر، وعند المعصيه مستغفر. هذا السعيد في هذه الدنيا. ولو تبحث في احوال الناس تجد ان الناس لا يخرجوا عن هذه الاحوال الثلاثه. صحيح، فتح الله عليك. نعم. طيب، أخذنا الشفاعة. من يعرف لي الشفاعة؟ يقول لي أقسام الشفاعة. نعم، أين الشفاعة؟ هي التوسط الغير في الجلب نفع ودفع. تنقسم إلى مثبتين، إلى قسمين، مثبتة ومنفية. المنفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. وفيما يقدر عليه المخلوق تصح بشروط أربعة: حي وحاضر قادر، تعتقد أنه سبب. الشفاعة المثبتة تثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه، تطلب من الله، تطلب من الله سبحانه وتعالى لا من غيره. نعم، بكم شرط؟ بثلاث شروط. بشروط ثلاثة: الإذن والرضا عن الشارع والرضا عن المشفوع. جمعت في قوله سبحانه وتعالى: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى عن الشارع المشفوع له. تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد، الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق بعد أن يتراجع عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إبراهيم، آدم، ونوح، وابراهيم، وموسى، وعيسى عليهم الصلاه والسلام. الشفاعه في فتح ابواب الجنه، اول من استفتح او النبي عليه الصلاه والسلام افتح له، وشفاعته في ابي طالب ان يخف عنه العذاب. الشفاعه العامه يدخل فيها كل واحد: النبي عليه الصلاه والسلام، انبياء الرسل عليهم الصلاه والسلام، ملائكه والصالحين، كل واحد، بل حتى الافراط الاطفال يشفعون. الشفاعة في رفع الدرجات: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته المهديين، في من دخل النار من الموحدين ليخرج منها، في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. هذا ما يتعلق بالشفاعة. نعم، من يذكر لي القواعد الأربع باختصار؟ القواعد الأربع إخواننا الأمس القريب ذكر برأسك. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار وهم مقرون. ما هي الشبهة؟ أنهم مقرون بأن، ما هي الشبهة التي يأتي بها أهل الشرك في الزمان؟ يقول نحن نقول أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت ومدب. آخر القاعدة الأولى. القاعدة الأولى. أنهم قالوا أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت ومدب. نقول ما يكفي هذا. هذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نعم، فكل من صرف شيء من العباده لغير الله فقد وهم الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعده الاولى. الثانيه: انهم يقولون ما نعبدهم الا اقربون الى الله زلفى. هؤلاء شفعان عند الله، بهذا استحقوا ان يكفرهم الله، ونقول انتم الكفار سواء بسواء في هذا القول. القاعده الثالثه، الشبهه الثالثه: ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على اقوام مختلفين في عباده. نعم، الشبهه الثالثه يقول
لك هذا المبطل أو المشرك. هذه الآيات التي يحتج بها السنة والجماعة نزلت في من يعبد الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام. نقول كل ما عبد من دون الله فعبادته باطل، وهو هذا شرك أكبر، سواء عبد من دون الله الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم. نتلو عليهم الآية القاعدة الأخيرة أن أهل الشرك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أشركوا في السراء وأخلصوا في الضراء وكفرهم الله، وأهل الشرك نسأل الله السلامة والعافية في زماننا أشركوا في السراء وفي الضراء، فهؤلاء كفار نبيه. نقول لهم اتقوا الله. نعم فتح الله عليك. يؤثر الفجر الساعة الحمد لله. طيب لماذا ندرس الدروس المهمة؟ لماذا ندرس الدروس المهمة لعامة الأمة؟ نعم لماذا ندرس الدروس المهمة لعامة الأمة؟ العنوان واضح، الدروس المهمة. أنت فتح الله عليك لأنها مهمة ونصيحة العلماء. طيب لو قال لك قائل هذه الدروس نعم والله مهمة لكن لعامة الأمة، أنا لست من عامة الأمة، أنا طالب علم ما أدرس، والله لن أحضر هذه الدورة، إما أن يدرس هذا الحموية أو التدميرية أو لا أحضر عنده أصلا. هذا تدرس عند الأطفال ولا الصغار عندنا. نعم طيب نعم نسأله. نقول نسألك عما في هذه الدروس، إن أجبت الحمد لله، أنت أعلم من عوام، وإن لم تجب ترى عوام الأمة أحسن منك، لأنه لا يتكبر علم العلماء، ولا يمكن أن تكون أنت طالب علم طالما هذا كلام. هنا وسوف ترى إذا جل الغبار أفرص ركبت أم حمار. نعم طيب طريقة السلف في حفظ القرآن، حفظ يومي، حفظ يومي عشر وتدبر يومي النظر في معاني هذه الآيات من تفسير مختصر ولو يكون تفسير من سعد، واستعانة بالله العمل. إذا لا انقطع لا حفظ ولا الدراسة. اجلس فتح الله عليك. يا أخوانا تستطيع أن تحفظ القرآن بإذن الله في 6 أشهر على طريقة السنة ولا أشهر، كل يوم لو تحفظ حزب تختم في 6 أشهر، لكن لا تترك الحفظ أبدا، في كل يوم تحفظ. نعم أي كتب التفسير ذكرها؟ تفسير عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله. أمثلة للشرك الأكبر وأمثلة للشرك الأصغر، شروط الصلاة. من هو المميز؟ من هو المميز؟ تمييز إسلام عقل وتمييز. من هو المميز؟ سبحان الله البقية ما أعلم. نعم هو الذي يميز بين الأشياء. المميز هو اللي يعرف، أي واحد فيكم مميز هو يعرف المميز، أما اللي يعرف المميز الله أعلم أنه غير مميز. صحيح يا شيخ. نعم من هو المميز؟ لو يسألك واحد أنت مميز؟ تقول نعم مميز وبالغ ولله. الذي لا يعرف المميز يمكن يكون غير المميز. نعم من هو المميز؟ هو الذي يميز ويفرق بين الأشياء. هذا ما أرى. هذا هل التمييز سن محددة؟ لا، لكن في الغالب أن ابن 7 سنين مميز. فوق فتح الله عليك. اجلس. رفع الحدث في شروط الصلاة معناه أنت هنا وقف يا أخي. نعم رفع الحدث أي حدث؟ نعم الأكبر والأصغر. يرفع الحدث الأكبر بماذا؟ اغتسال. والأصغر بالوضوء. صلوا عليه حدث أصغر. صلوا ناسي 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 صلوا عليه حدث أصغر ناسي. الآن صلى معنا هذا الأخ وهو محدث حدث خرج منه ريح وصلى معنا ناسي. الآن تذكر ماذا عليه؟ يا أخي ناسي.
نعم باطل لا يقبل فيه لا جهل ولا نسيان ولا عمل. نعم اجلس فتح الله. إزالة النجاسة عن ماذا؟ إزالة النجاسة عن ماذا؟ عن ثلاث أشياء بدن وبقعة وثوب. فتح الله عليك. أقسام ستر العورة أو أخذ الزينة. أمامك أمامك. أي نعم. نعم. كم؟ لا أجاب. جزاك الله خيرا. ما يصلح؟ يقول ما يصلح. ما عندك آخر؟ نعم. عورة مغلظة مخففة متوسطة. فتح الله عليك. المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة تستر جميع البدن إلا وجهها، عند الأجانب تغطي حتى الوجه. المخففة الذكر من 7 سنين 10 سنين يستر فرجها، وما عدا المغلظة المخففة متوسطة يستر من السرة للركبة من استحباب ستر العاتقين وآخذ كامل الزينة في الصف. وقلنا انتبه لا نتكلم الآن في هذا المبحث عن النظر إلى الأمة كيف أنها تصنع كذا، هذا لا نتكلم فيه، نتكلم عن صحة الصلاة، الصلاة صحيحة مفهوم؟ إن شاء الله مفهوم. نعم. يعرف العاجز عن القيام بماذا؟ قال القيام مع قدرة. طيب غير القادر عاجز، كيف يعرف أنه عاجز؟ يعرف أنه عاجز بماذا؟ في حال كان يتألم لا يستطيع القيام بالكلية أو يقوم مع ذهاب الخشوع. وإذا كان يقدر على القيام شيء نقول لابد من القيام. هذا القيام في الفريضة أو في النافلة ركن؟ في الفريضة. والنافلة يجوز الصلاة. صلى هذا الأخ النافلة جالسة فصلاته صحيحة. فتح الله عليك. لكن يأخذ نصف أجر القاعدة. نعم. مواطن الدعاء في الصلاة في كم موضع؟ مواطن الدعاء في الصلاة. نعم يا أخي عند العمود. متى تدعو في الصلاة يا أخي؟ في السجود وفي التشهد قبل التسليم. نعم هذه مواطن الدعاء. نعم اجلس. الحركات في الصلاة قلنا 5. أسباب سجود السهو 3، زيادة ونقص وشك. أقسام الشك تنقسم إلى قسمين، بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليها، داخل العبادة ينقسم إلى قسمين. قليل الشكوك يبني على ما ترجح، ولا ما ترجح يبني على قلب، كثير الشكوك لا يلتفت إليه. طيب ما معنى انقطاع موجب الوضوء في شروط الوضوء؟ انقطاع موجب الوضوء. نعم. يعني انقطاع ما يوجب الوضوء، يعني ناقض من ناقض الوضوء، يكون لديه ناقض وهذا الناقض مستمر واخذ يتوضا، نقول وضوءك باطل. وهو ياكل لحم جزور اخذ يتوضا باطل، وهو يبول اخذ يتوضا مثلا يخرج من أبنى. نقول انتظر حتى انقطع على الخارج، وان كان هذا الخارج موجب للاستنجاء والاستجمار لابد من استنجاء واستجمار، واذا كان غير موجب لا استنجاء ولا استجمار. مفهوم؟ نعم. طيب ما معنى الموالاة في فروض الوضوء؟ ما معنى الموالاة؟ نعم. نغسل كل عضو. نعم، ألا يؤخر غسل عضو يكون الذي قبله قد جف، وهذا في الغالب يكون في أيام الصيف. نعم. أما ما يتعلق صفة التيمم وصفة اغتسال وصفة أخذنا. طيب أقسام إزالة النجاسة، قلنا إزالة النجاسة على 3 أضرب. من يذكرها؟ إزالة النجاسة. نعم أخي ما شاء الله. نجاسة مغلظة ومخففة متوسطة. نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات ولهن بالتراب. مخففة
يجزئ فيها النوح رشما فقط بلا عصر. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والمني مع أنه طاهر، والمني فتح الله عليه. وما عدا المغلظة بخف متوسطة يجزئ فيها الغسل رش مع عصر. نعم فتح الله عليه. طيب، يقول الزيارات الشرعية بالمدينة، يعني إذا أتى إنسان المدينة استحب له زيارة أماكن. أولا لابد أن يكون شد الرحل إلى المدينة من أجل زيارة المسجد لا القبر. وإذا وصل وزار المسجد وشد الرحل لزيارة المسجد النبوي يزور قباء، مسجد قباء، هذا مسجد ثاني، مسجدين وثلاث قبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع وشهداء أحد. هذه الزيارة المشروعة، سبع مساجد وكذا، هذه ليست زيارات مشروعة بل ممنوعة. أخلاق المشروعة الأدب الإسلامي أخذنا. نعم. بسم الله. انتبه رأسك. ما حكم صلاة الكافر؟ باطل. صلاة المجنون؟ باطل. السكران؟ باطل. الصغير؟ إذا كان مميز فهي صحيحة. وغير مميز؟ باطل. باطل. نعم. أجلس فتح الله عليك. صلى بغير وضوء ناسيا صلاته ناسيا متعمد باطل جاهل، قال ما علمت إلا الساعة أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. جاهل يا أخي جاهل، ماذا عليه؟ يعيد الصلاة. يا أخي هذا الأخ قال والله ما علمت إلا الساعة، صليت الآن العشاء بغير وضوء، أنا لا أدري أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. صلاة باطل يعلم. صلاة باطل يعيد الصلاة ولم. نعم. صلى وعليه نجاسة. الآن هذا الأخ صلى وبعد انتهى الصلاة وجد على ثوبه نجاسة. بعد الانتهاء من الصلاة، صلاته صحيحة؟ خطأ، باطلة خطأ. عندما دخل في الصلاة هل كان يعلم بوجود النجاسة؟ إذا كان يعلم فصلاته باطلة، هذا إن قدر على إزالتها. وكذا كان لا يعلم وجدها بعد الصلاة فصلاته صحيحة. طيب اجلس. ما حكم استقبال القبلة؟ دائما الا النافلة في السفر يصلي حيث توجد به الدابة والراحلة والقطار او الطائرة. طيب نعم. صلى مكشوف الفخذين ماذا عليه؟ إذا كان الفخذ أولى؟ أنا لا، أنا أدري. يا أخي أجبني. صلى مكشوف الفخذين، صلاة صحيحة أو باطل؟ باطل. خطأ. ليش؟ صحيحة خطأ. نقول إذا كان عمرة؟ يا أخي أنا لا أعرف. صحيحة باطل. نعم؟ أي الله يفتح عليك، هذا الكلام الصحيح. إذا كان ذكر ابن سبع سنين 10 سنين فالصلاة صحيحة. أكثر من 10 سنين؟ باطل. الله يفتح عليك، هذا كلام صحيح. اجلس. بسم الله. اوقف يا اخي، سبحان الله، اضع الاصبع على راسه. صلى بعد خروج الوقت خطا صحيحه خطا. صلى بعد خروج الوقت. نعم. إيه خالد. إن كان ناسي. إن كان بعذر. إن كان بعذر. فالصلاة صحيحة. بغير عذر فالصلاة باطل. اجلس. ما
ما حكم الصلاة على السيارة وعلى الطائرة وعلى الباخرة وعلى القطار؟ يعني في القطار يجوز؟ فريضة ولا نافلة؟ النافلة. والفريضة؟ فريضة يعني تصح؟ نعم، لكن في الفريضة لابد من استقبال القبلة ولابد من القيام إن قدر عليه، وإن لم يقدر فلا شيء عليه. فتح الله عليك. اجلس. ما أسمع. صلى صلى جالسا وهو قادر على القيام. خطأ. كان في فرض باطل. نعم، كانت فريضة باطل ونافلة. صحيح. مع نصف الأجر. طيب صلى على جنب. إذا كان بعذر صحيح. نافلة. هذا الأخ الآن ذهب إلى الغرفة وعلى السرير وعلى جنب. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك. وصل النافلة. صحيح أم باطل؟ باطل. استغفر الله العظيم. صحيح يا أخي، نافلة. يصلي ولا اشكال، صح؟ اي نعم، النافل يصح ان يصلي جالسا او على جنب. اجلس. ياخذ نصف اجر القاعد وربع اجر القائم ولا اشكال. طيب هذا يقول يا اخي لماذا لا تقوم؟ قال يا اخي انا على جنب اصلي 11 ركعه، ولو اجلس الان ممكن ما اصلي ركعه، وانا اريد أن أصلي على هذه الهيئة، تمنعني؟ لا، والحمد لله، صلى الله عليه وسلم. ما أسمع. ما حكم قراءة الفاتحة؟ في الصلاة؟ نعم، قراءة الفاتحة عند الأموات؟ نعم، في الصلاة. نعم، لازم تنتبه هكذا جيد، نعم. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ ركن. في السرية وفي الجهرية وفي الفريضة وفي النافلة وفي الحضرة وفي السفر وعلى الرجال وعلى النساء، ولابد من قراءة الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وحركاتها وحروفها وكلماتها، ولا يترك منها شيء إلا إذا أدرك الإمام راكعا تحسب له ركعة بقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، اجلس. ما حكم التشهد في الصلاة؟ تشهد، قراءة التشهد في الصلاة يختلف التشهد الأخير. نعم، تشهد الله يفتح. أجلس. تشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن. نعم. ما حكم قراءة القرآن في السجود أو الركوع؟ إذا كان دعاء يجوز. إذا كانت القراءة من باب الدعاء لا من باب القراءة يصح. هذا الأخ في السجود قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لم ينوي القراءة، نوى الدعاء، يصح؟ يصح. نعم، إذا نوى القراءة لا، هذا محرم. فتح الله عليك. تكلم في الصلاة، تكلم في الصلاة على تفصيل. نعم، الأول إذا كان بدون حاجة ما بطلت الصلاة. طيب وإذا كان في حاجة جائز يكون صلاة. يعني هذا مر هذا الأخ من طريق وقال يا أخي تعال، يصح؟ أنا ما أعرف شيء. ذكر الشيخ أنه الكلام العمد إذا كان إذا تعمد الكلام في الصلاة ذاكر عالم بالحكم فصلاته باطل. طيب تكلم وهو جاهل تحريم الكلام في الصلاة فصلاته صحيح. تكلم ناسيا صحيح. تكلم لمصلحة الصلاة، قلنا الإمام أخطأ وقال هذا يريد يسجد موضع سجود وهذا لا يعرف يقوم يركع كذا، فقال له سبحان الله ما عاد يكلم الآن. لكن بعض العلماء يقول يأتيه يعني بشيء من القرآن يقول واسجدوا مثلا، خلاص يصح؟ يصح. اجلس.
تعال انت هنا زاد ركعة في الصلاة ماذا علم؟ إذا كان ناسيا ناسيا يصلي ناسيا يسجد الصلاة صحيحة متعمد الصلاة باطلة الصلاة باطلة فتح الله عليك ترك ركن لكن ترك ركن من أركان الصلاة وهو خلف الإمام هذا الأخ يقول أنا الآن عندما صلينا صلاة العشاء في الركعة الثالثة لم أقرأ الفاتحة خلف الإمام يا رجل الإمام لا يحمله طب ماذا أسمع صلاة باطلة أنا أعطيك مثال واقعي هذا الإمام جزاه الله خيرا يصلي صلاة الظهر يصلي أي صلاة؟ صلاة الظهر صلاة الظهر نسي التشهد الأول نسي التشهد الأول انتبه معي نسي ماذا؟ قام صلاته ناسية ترك واجب ناسية فالصلاة صحيحة هل يرجع يجلس؟ لا قام المسجد هنا الصفوف الأولى انتبهوا للإمام وقالوا سبحان الله ما يرجع هو تنبه الآن أنه قام هذا في آخر الصف هذا الآخر في آخر الصفوف هنا لا يرى الإمام وما انتبه هو أين الآن؟ يا أخوان اتركوه يستحضر هذا أين الآن؟ في التشهد تحيات لله والصلوات والطيبات وهذا أين؟ في القيام في الثالثة قال الله أكبر الإمام أين هو الآن؟ راكع هذا أين؟ قائم يقرأ الفاتحة متى انتبه هذا؟ عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده عندما قال سمع الله لمن حمده هذا أين؟ هذا قائم الآن إذا هذا قال سمع الله لمن حمده بطلت الصلاة لماذا؟ لأنه لم يركع فماذا يصنع هذا؟ المفروض عندما يسمع قول الإمام سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ويدرك الإمام مفهوم؟ هذا بالنسبة لمن؟ للمأموم للإمام كان المفروض من فقه الإمام يكون فقيه عندما يقوم للثالث يقول له الناس سبحان الله يبدأ ينبه الناس كيف ينبههم؟ يعني يخافت بالقراءة مو يجهر مخافته الحمد لله رب العالمين أنت يقول ماذا حدث؟ يبدأ الناس يقوم ويقوم حتى ويطيل القيام يصح هنا أن يجعل إطالة قليلة ثم يطيل الركوع حتى يتنبه الناس الإمام أحيانا قد يكون سبب في بطلان صلاة من خلفه صح؟ اي والله صح الإمام يأتي يبدأ بالقراءة لله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وهذا يعني أحيانا من وسط السورة وهذا يبحث من أين يقرأ الإمام حتى يركع الإمام وهو ليس مع الإمام صحيح؟ صح؟ اي نعم أجلس فتح الله عليك ما حكم الصلاة الإبراهيمية؟ حكم الصلاة الإبراهيمية؟ نعم حكم الصلاة الإبراهيمية واجب خطأ ركن خطأ سنة خطأ الصلاة الإبراهيمية ركن خطأ ركن بالصلاة الصلاة على النبي يا أخي خطأ أوقف ما حكم الصلاة الإبراهيمية؟ الأوسط في التشهد الأول ولا واجب سنة وفي التشهد الأخير ركن مفهوم؟ نعم طيب
ما حكم الالتفات في الصلاة؟ من يعرف؟ ما حكم الالتفات في الصلاة؟ نعم انتبه رأسك. له أربع حالات بالالتفات. أربع حالات بالالتفات. طيب الأول؟ الأول المسنون أن ينظر إلى مكان السجود، هذه سنة. المباح أن ينظر إلى أمامه. طيب. عندنا التفات بالقلب والتفات بالجوارح. نعم هذا عندما صلى التفت ذهب إلى الله أعلم جوارح وصل. حكم الصلاة صحيح ولكن طيب. له يعني حتى المهم يعني. إذا التفت برأس التفات يسير هذا مكروه، التفات كثير محرم وقد يبطل الصلاة. اي نعم هذا التفات الأولى. طيب شك في وضوءه بعد أن كبر تكبيرة الإحرام، لا يلتفت في هذا الشك 99.9% لا يلتفت لأنه كبر، ولو خرج لأنه كبر عليه، ولو خرج آخر. طيب وهو يصلي سمع صوتا من بطنه، صوت تقرب البطن نعم من الطعام الأخوة هذا جزاهم الله خير، لا يلتفت لأنه ليس منه أقل الوضوء، لا يلتفت صوت من بطنه، لا يقول لها قرقري ولا تقرقري فتح الله عليك. نعم شك في ترك ركن بعد أن سلم، يعني هذا الأخ شك في ترك قراءة الفاتحة الثالثة الآن بعد أن انتهى من الصلاة، أيضا لا يلتفت أبدا. سبحان الله. شك في وسط الصلاة، شك في وسط الصلاة يلتفت أو لا يلتفت؟ ننظر قليل الشكوك يلتفت، كثير الشكوك موسوس لا فتح الله عليك. نعم انت براسك نسي قول رب اغفر لي بين السجدتين، نسي يسجد السهو، تعمد ترك رب اغفر لي بين السجدتين واجبات؟ أنا لا أدري. الواجبات لا أدري. صلاة. باطلة. باطلة. فتح الله عليك. نعم. وجد الإمام راكع. قال الله أكبر وركع تكبيرة واحدة. الله أكبر. صلاته صحيحة أم باطلة؟ تكبيرة الإحرام. الله أعلم. لا صلاة من تكبيرة الإحرام ركن، هو كبر قال الله أكبر وركع. طيب تكبيرة واحدة صلاته صحيحة أم باطلة؟ إن نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام فصلاته صحيحة، وإن نوى بها تكبيرة الركوع باطلة، ما دخل في الصلاة أصلا، ما دخل في الصلاة. نعم وإذا كبر تكبيرتين قال الله أكبر الله أكبر صحيحة، الله يفتح عليك. طب لم يقرأ الفاتحة وركع الإمام تحسب له هذه الركعة؟ تحسب. نعم تحسب الإمام. ما قرأ الفاتحة رجل تحسب إن شاء الله، فتح الله عليك تحسب. نعم طيب نسي تكبيرة الإحرام نسي يا أخي ما تعمل، طب ماذا يصنع؟ هذا الأخ نسي تكبيرة الإحرام وتذكر في التشهد الأخير مع الإمام في صلاة العشاء، إيش يصنع؟ يعيد الصلاة من جديد، ما لم يدخل في الصلاة أصلا فتح الله عليك. نعم طيب ما حكم تخليل اللحية؟ تخليل
كثيفة. خطأ. خطأ. غيره في أحد يعرف؟ أخاف رأسك أنا بس. نعم. الشباب يقولون. تبي أقول. نعم. إذا كان الخد. لا لا خطأ. نعم. في الوضوء في تفصيل. كثيفة سنة. خفيفة واجب. في التيمم لا تخليل. في الاغتسال تخليل خفيفة وكثيفة. أجلس. توضأ مرة واحدة. توضأ مرة واحدة. يعني تمام واستنشق مرة. غسل الوجه مرة. واليدين مرة. ماذا عليك؟ ماذا عليه أخي؟ توضأ مرة. نعم. لا شيء مقبول الوضوء. توضأ مرة. مقبول. طب مرتين. مقبول. ثلاث مرات. أيضا مقبول. أربع. ما خالف الرسول. يعني الصلاة والسلام. إذا ما توضأ أربع مرات. لا سير بدعة. ولا خمس. ولا شيء. طيب. لكن هذا الأخ هو يغسل رجليه. وجد على الرجلين شيء من الطين، غسل ثلاث مرات وبقي الطين فأزال هذا الطين بالغسل الرابع والخامس. ما في إشكال، لأنه هنا هذا ليس من باب التنظيف. نعم، أي نعم، إزالة ما مع وصول الماء إلى الله يفتح على الرجل. اصبر. هذا الأخ قال أنا ألتزم أن أتوضأ دائما ثلاث مرات. هل يصح هذا؟ نقول لا. نبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع. توضأ مرة ومرتين وثلاث مرات. فإذا كانت قيمة الصلاة والوقت ضيق تتوضأ مرة. فهناك ساعة مرتين أو ثلاث مرات وعلى هذا تنوع بين العبادات. صحيح؟ نعم. ما الثمرة من التنوع بين العبادات؟ تخفيف على الأمة. العمل بالسنة. صحيح؟ المحافظة على السنة حتى لا تفقد. وأنشط المكلف. صحيح؟ يعني بعض الناس يقول أنا أسمع في صلاتي، نقول طيب في السجدة الأولى قل سبحان ربي الأعلى وسبح قدوس رب الملك تورا. في السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى وبحمدي سبحان ربي الأعلى وبحمدي. اجلس. طيب لكن في مسح الرأس مرة واحدة. نعم. طيب هل النوم ناقض للوضوء؟ نعم لا. فتح الله عليك. لا غير ناقض الوضوء. لكن هو ما ظن لخروج الريح. فننظر. نعاس خفيف ويسير ويشعر بنفسه فهذا وضوء صحيح لم ينتقض. وإذا كان لم يدري انتقض. هو ما ظن لخروج الريح. نعم. صلى بعد السباحة. نعم. صلى. دخل في اليم وخرج وصلى. صلاته صحيحة أم باطلة؟ خطأ. خطأ. نعم. لا خلوا. إن نوى في الوضوء. إن نوى. إيه نعم إذا نوى مع المضمضة والاستنشاق صحيح؟ صح؟ وإلا ما ينوى؟ لا نعم صحيح؟ طيب اجلس. تطهير بول الصبي الذي لم يأكل الطعام غالب طعام من المخففة. مخففة كيف يا مخففة؟ ندخل نبح الماء فقط. بول الجاري. بول الجاري متوسطة. غسل. نعم. رش زي العصر. زيارة النساء القبور. كبيرة من كبائر الذنوب كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ترك تكبيرة من تكبيرات الجنائز الأربع. ماذا عليه؟ العادي. نعم؟ عليه إعادي. صلاته باطلة، نعم. طيب. ما هو الفرق يقول بين الشرط والركن والواجب والسنة؟
ما هو الفرق؟ الركن والشرط. الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. نعم. نعم. الشرط والركن لا يقبل في ترك الشرط أو الركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. الشرط يمتد من أول العبادة لنهاية العبادة لابد. يعني الآن استقبال القبلة في وسط الصلاة انحرف عن القبلة صلاته باطلة، في وسط الصلاة انتقض وضوء صلاته باطلة، والركن في جزء من الزعلبة. إذا اتفق الشرط مع الركن في ماذا؟ فإنه لا يقبل في ترك الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. واختلف الشرط مع الركن فأن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. الشرط يمتد في كل عبادة من أول عبادة إلى آخر عبادة، والركن في جزء من أجزاء العبادة. هذا علم سبق وتقسيم جمع تفريق لابد. اللي لا يعرف الفرق هذا إشكال. ما الفرق بين الركن والواجب؟ لماذا قلنا الركن والواجب؟ لأن الشرط خارج. الآن الذي يلتبس معنا الواجب مع الركن، مع الركن لا يقبل في الواجب عمد ويقبل فيه جهل ونسيان خالف. السنة يقبل فيها الجهل والنسيان والعمد لكن خلاف الأول. مفهوم؟ طيب تكتبوا لنا الاختبار، توزع الأوراق الليلة الحمد لله، وإن شاء الله غدا يعني بعد الفجر نبدأ بدراسة كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. تحضروا لنا الأبواب، يعني تقرأ الباب مفهوم، وتذكر لنا فقط، نريد يعني كل واحد يحفظ لنا باب، باب فقط، باب باب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب الخوف من الشرك فقط. تستطيع؟ سهل جدا. مفهوم يا أخي؟ فقط بس هذا، هذا نريد منكم. صح؟ اسم الباب يعني فقط، فقط اسم الباب. نعم. ولو تحفظ الآيات طيب، أحيانا تجد باب فيه آية واحدة حديث واحد فقط، سهل جدا. طيب إلى غد إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله على نبينا. كم باب يا شيخ؟